في يوم من الأيام في قرية عبود في فلسطين كان في حمامتين قاعدين بوتشو. جات أم لسان. شمالك ليش زعلانة؟ والله أنا زعلانة، نفسي أطير وأشوف الدنيا زيكم. طيب اسمعي، إحنا من حملتش معنا، بس وعي تفتحي تمك وتحكي. ياي جاهزة؟ الكركة عجيف طايرة. ايه شو هذا؟ كركعة؟ فك الله عيونكم. ياي، مش كل لالك ما تحكيش؟ الله يرحمها، ماتت ولا انها تسجل ذمها.